في فقرة الجمال المسؤولية رح نتكلم مع الدكتورة ياسمين المصري عن أهمية الاهتمام بالبشرة أو ترطيب البشرة حتى الدهنية، ونركز على إيش يا دكتورة؟ البشرة الدهنية. أهلين سادة، يسعد صباحك. مثل ما قلتي شادية، طبعا كتير مهم نهتم في ترطيب البشرة كل يوم بشكل مستمر عدة مرات، طبعا حتى نأخر شيخوخة البشرة، نحافظ على شبابها ونحافظ على الكولاجين والهيالورونيك أسيد والإيلاستين الموجود جوا بشرتنا. طبعا أصحاب البشرة الدهنية تحديدا عندهم اعتقاد خاطئ بما أنه البشرة فيها دهون أو زيت فما في داعي نستخدم المرطب. هذا اعتقاد كتير خاطئ. التصرف الصحيح أنه إحنا ننظف البشرة من الدهون ونستخدم المرطبات، لأنه الترطيب بيعطي للبشرة مي مو دهون. فالصح أنه إحنا ننظف البشرة ونستخدم المرطب المناسب. طبعا هي أول نقطة. النقطة الثانية، ممنوع استخدام أي زيت على البشرة شو ما كان نوع البشرة، ولا زيت زيتون ولا لوز ولا أي نوع من أنواع زيوت، ولا فازلين ولا زبدة الشيا ولا زبدة جوز الهند. كل هدول الأشياء ممنوع نستخدمهم على بشرة الوجه، لأنه بيخلوا المسام تتسكر وبيطلعوا حب شباب ومسام مفتوح بكتير مشاكل حتى لو البشرة جافية. ممنوع استخدام طبعا المرطب مباشرة تحت الشمس، أنه نستخدمه ونطلع. إذا نستخدم المرطب لازم نستخدم واقي شمسه شمسي فوقه وبعدين نطلع على الشمس، ضروري كتير لأنه الواقي المرطب بيساعد على امتصاص أشعة الشمس فبيعمل مشاكل للبشرة وممكن يعمل اسمرار. طب كيف نختار المرطب المناسب حسب نوع البشرة؟ أصحاب البشرة المختلطة والدهنية لازم يختاروا مرطبات قوامها خفيف جدا، مو تقيلة أبدا، ومكتوب عليها هايدرا. هايدرا معناتها مي، يعني القوام الأساسي إلها مي. طبعا في كتير مرطبات هيك بالماركت وأسعارها طبعا معقولة. أما أصحاب البشرة الجافة والعادية ممكن يستخدموا كريمات شوي أتقل قوامها، بس كمان لازم ما يكون قوام كتير تقيل أو كتير زيتي، تكون تحتوي على نسبة كتير قليلة من الأويل. طبعا القوام الخفيف مهم جدا لجميع أنواع البشرة. ممكن أصحاب البشرة الجافة يستخدموا الفريكونسي أكثر، يعني كل ساعتين ثلاثة يرطبوا البشرة، بس المرطب ما يحتوي على أويل. آخر نقطة هي السعر. صبايا شباب، السعر مو ضروري يكون غالي أبدا، خصوصا المرطب. في كتير مرطبات أسعارها رخيصة وجدا ممتازة. المرطب ممكن نشتريه بالشهر مرتين ثلاثة، فكوستي يعني. ما تجيبوا مرطبات كتير غالية أنه هي منيحة، لا، ما أنا قاعدة أبدا. نهتم بالتركيبة تبعه، جيبوا سعر معقول مناسب واستخدموا، أهم شيء الاستخدام الدائم. باعتقاد طبعا في أمثلة، في كتير أمثلة على مرطبات أسماء براندات سعر منيح وتأثير كتير فعال على صفحتي على الانستغرام إذا أي حدا حابب ياخد. حلو، صفحتك على الانستغرام دكتورة ياسمين المصري. المصري، نعم. مزبوط. يعني بعتقد دائما أنه الغالي هو الأفضل، الغالي هو اللي فعال، لكن دائما أقول لك في فعلا زي ما حضرتك تفضلتي أنه في كريمات بيكون سعرها معقول ومناسب لجميع الناس ويقدروا يستخدموه ويكون فعال. شكرا لك دكتورة ياسمين، شكرا للمعلومات. شكرا، ونهارك سعيد. شكرا حبيبي.